النوع اللي بعد كده البادل ميكسر. البادل ميكسر ليه شيبس مختلفة، في عندي سنجل بادل امبلر، وده ممكن استخدمه عن بيجنت الميكسنج للميسابل ليكويد اللي ليهم لو فيسكوستي، لان زي ما هنشوف بعد كده ان الدايمتر بتاعه اصغر شوية من الاشكال التانية زي الجيت، الشكل اللي بعد كده الجيت الاجيتيتور. زي ما هنشوف الشيب الجيت اجيتيتور ده عبارة عن امبلر زي ما احنا شايفين كده، الدايمتر بتاعه كبير بالنسبة للدايمتر بتاع الكونتينر، فهلاقي الريشيو بتاعته كده قلت، فممكن استخدم الهاي فيسكس ليكويد او ممكن كمان استخدم الستيم بيست. انما لو قارناه بالسنجل بدل هلاقي الدايمتر بتاعه اصغر كتير منه، فممكن استخدمه لللو فيسكس ليكويد. النوع الثالث المالتيبل بليد، هلاقيها ده عبارة عن بليد بيحصل لها انترميشنج مع بافل موجودة ستيشنري جوه الكونتينر، دي ممكن استخدمها للهاي فيسكس ليكويد، وبرضه استخدمها لللو فيسكس ليكويد لو ليكويد دي مشكلته انه بيحصل له فورتكس مع الميكسور التانية. اخر نوع من البادل اللي هو الانكور بليد، البادل الانكور بادل ده ما بقدرش استخدمه كميكسور، هو بيقولوا عليه بور ميكسور. ان مول انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه في حالة ان يكون عندي هيت ترانسفير سيرفيسز، يعني عندي كونتينر متحوط بجاكيت، فكده عندي سيرفيس كولد وسيرفيس تاني هوت، فممكن يحصل لي ديبوزيشن عند على السيرفيس او على الهيت ترانسفير سيرفيس. فالانكور بليد شغلته ان هو بس بيشيل الديبوزيتس اللي ممكن تتكون.